سبحان دامدو إنو نهو اللوخ في صنع لفاي نترحم عليه بصلوط إمودي للتخوة كلو قادي شكير أمر مو رسول
إلى العبرانيين بارخمور. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا جلس في يمين العظمة في العالي صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضاً أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً، وأيضاً متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قديم استقامة، قديم ملكك، أحببت البر وأبغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزهد زيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداؤك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص بارخمور؟ في البدء كان الكلمة
والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة لكي يشهد النور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل كان ليشهد النور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. كان في العالم، والعالم به كونا، ولم يعرف العالم. إلى خاصته شاء، وخاصته لم تقبله. فأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا أبناء الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل ولا من دم، لكن من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لواحد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. شيلو وشلومو كلان رحمة وحنونو من مريون بايم، مريم رحمونو ورحم علين وعذارين، بحتو توديتو ودرق لسو رمرمو رابطو بطلو بطل. آمنوا يتكون إسبان وبكل عيدون استوي. ناسب حمدا لله قنيم الثلاثة القدوسة، الإله الواحد الحق الساكن في قدس الأقداس، باحتجاب غير المدرك الذي تخدم الأجناد القدسية خدمة روحية، وقد ارتضى بفضله السابق أن يخدمه البشر الأرضيون، وهو وايب المنح والآلئة الإلهية ومجمل الأحبار ومكمل الكهنة وكاشف الرموز ومتمم الشرائع وقابل الذبائح ومجيب
السؤالات طبعاً ليش بحو يقارب فانا ايضا شملو اذا بحتو دي الهيتو وبكلهون عيدي وعيدوني شعب سبني كلهون يوم تضحايا عيد العلمين بمر مرحمون وقلم وذبحم حسيون ترد باسمي محسيونو خلم دكيونو شبوقو وطيو ولحيو لم تحضن البشتان حياة مريولو بمرحمونو تتحبو لحطوها ساقيرا وربي لحطوها كل عمود لقمة يمنو من يولو استوبو اترحا مالين الدخرين مر يولو الدخر نفسوتان نفشوتو دابو هاين ودحاين وادربو ناين وادعني داين وادكلهون عني ذم هايمني يلد دعيتو دي لو يقادشتو ومشابحتو روحتون فغريهون رستال ودرحمي ودحنون عالقرميهون حسويهم حسيون ويلن والهون شيحو ملكان مريو مريان مرمو تشبحتو واني لنمور طول يولان طول عدرونان تفرق لان قبل منان فرمان وصلوتان تخشفوتان وعبار مريو علو برحمان كلهن مردوتو قشيوتو انشبطيم شيمون ادرق زمينان بمرحمون وتوخ مريوك لبطل وعبار والحر طبطم شمليتو وديت القبر دشلو مورو
سينود أسلم وأشفو الكنان وانشلم وخريستيان يوم أو دفي وشوفان سبيون مرتوخ من أعلن لوخ شبحو لوخ توديتو مسقينا وشوك ونسبا عن العلمين أيها الرب الجبار أعني ونجني من الشرير بقوتك إنك يا رب بنعمتك تأنست من البتول القديسة مريم وصرت إنسانا من أجلنا ومن أجل خلاصنا ربنا يسوع المسيح ارحمنا وساعدنا واسترنا من حيل إبليس كافة أنقذنا من جميع الأفكار الشريرة خلصنا من خيراتك وبركاتك أشبعنا مع مدعوي ملكوتك والمتكئين في لذذنا الأبرار والصديقين الذين حثنوا في عينك أدعونا في المتكأ الروحي بجانبك الأيمن أجلسنا فنؤدي لك نحن السائر موتانا المؤمنين المديح والشكر ولأبيك ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين مركبين وصيوخ ولن ودار بصلوات من قبل حسيت حوبي والشبقون وضحطوه بتريون علمي العلم علمي آمين إنو دين عبدهم حيلو حطايو يضلو عني ومار قديش أبو قديش دم قادش فرمت حطو يا عبدي كاد حيس ومترحم على نفشو تان ونفشو تدابو هاين ودحاين واضربو ناين ودعاني داين واتكلهون عني دم هايمني يلد دعيتو ديلو قادشتو ومشابحتو بتريون علمي لعلم علمي صوفيا تفرس خومن قم شفير قلم بسلوث كنانم يقرو لالو ناني
نؤمن بإله واحد شافر الطموت خبريت البرنوش لو متحبلون وتوم اللهم يا من أنت أمن لا حد له يا من بفضلك العميم خلقت الإنسان من غير فساد ولما خالف أمرك بحسد الشيطان إياه شجب بحكم الموت ومشي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا المحيي ملأت الأرض سلاما من السماء به سبح الجنود الملائكة قائلين تشبحتو لالو بمرومي على رعوش لمو شينو صبروا طوبوا لابنينو شوم املأ يا رب قلوبنا من مراديك ونقنا من كل دنس من كل غش ومن كل حقد وشر وخبث واجعلنا أهلا لنعطي بعضنا بعضا سلاما بقبلة مقدسة ونشترك بالمواهب السماوية غير الفاسدة التي من بها علينا المسيح إلهنا وربنا وبه معه يليق بك التسبيح والتعظيم والولاية مع روحك الكل قدسه الصالح والمجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين بارك ما شغدو قانشتو
مريم رحمنا ريشي داركين دمك مران يا مريم رحمانات بالحوذك قوي مسمعي علوي كحوزك كل مدد كتي علي يرعو شادر بروك تيدوخ لانيت كفق دولي يقوموخ وبارخني بطوت ودبروخ كتي حايم هاو دعميك وشو يلوك وشبحو ويقورو عمرو قديشو طوبو صغيدو مويونو دحاية كت يوم سويو أعمق بيالو تو هوشو وبكل زمان العلمي أيها الإله الآب يا من برأفتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال لا ترزل خدمة هذه الذبيحة غير الدموية لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون فلا يكون هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا لكن واسطة للصف عن خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وروعك الكل قدسه الصالح المسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين قم شفير قم بحلتو قم لخفوتو قم ضيوتو قم قاضي شوتو قم دين كلانا حايب حب وبيمون تدشرورو متي دانو يدن دحلة طلب نفورا خدت حلتو قادشتو دقتو ما انسيمو نحور بداي كانو نم يقرو دبتينو بشلمو دبحتو لو مركو حلف كلان قارب رحمي وشلمو دبحتو تاوديتو محبة الله الآب الفريد ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول روح القدس الفرقليط لتكن مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد يا من تسبحوا الأجناد السماوية الشمس والقمر وسائر الكواكب والأرض والبحار والأبكار المكتوبة في أورشليم السماوية الملائكة ورؤساء الملائكة
الرياسات والسلاطين والعروش والسادمات والأجناد الكروبيم الكثير أعينهم والسرافيم ذو الأجنحة الستة الذين يحجبون وجوههم وأرجلهم ويطيرون الواحد إلى الآخر مقدسين وهاتفين وقائلين قادش 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 قادش
أعمل هذا لذكري كلما اشتركت في هذا السر متذكرين موتي وقيامتي حتى مشيئي. والهويت رايونيتو مهدينا المر يوم تشبحتو عم تحننتو المر وتخم قربينا أي كانوا ذبها ويوم تحيلو عزيز الدين ببحرانه تزاديقي وتحطي عبيدات للفتحته عين تسلم لان نوره القوزلتت بخيمه واليوم لون الطرف ونستناق بيطول بشوت وسخل وتديلان حس مريو رحم علي وفي خفايك من احتهاين وعذر لان بيطول وديتوخ ومرعيتوخ متكشفولوخ بيديك وعاموخ لا بوخ كاد عمره راحم علي
عن المريا عن المريا حصطبوت رحام علي قري الإنسان قري الإنسان قري قد ما جينا بيد لحمهم فقروا ما بتحاي فقروا فرقايا فقروا تمشي حاله شملي مودياتي قحداته مو فرقا يا مو دينا نمشي حاله تقدس هذه الأسرار متناوليها نفسا وجسما فيثمر صالح الأعمال ومن أجل تثبيت البيعة المقدسة المؤسسة على صخرة الإيمان التي لا تقهرها أبواب الأوياء نجيا من شكوك الأراتقة حتى الانقضاء لنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح المجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين مرغمور صالين الجاشف مراولها عيدان هون ربوتي لو قدشا ولو كلنا بوفي ومدبرون دينين هونو نتقيمين بريشينو يوم وعدتنون عيدو فقدشو فوضالوت بربا وفينيون روين مدبري قدشم يقريت فون فاتير خودينين أبو مرا مريناتيوس أفرم ترايون وو أبو مرا مر توادر استرايون حسيو دينين أبو مر لليوس نتقيمون بالو أبشر قد كلهن أفسكو فردو دوكسو نوزا شرط ملايين مريان اتكاشف قرية والملفون تنهيري ملفون طعيناي لشمو قديشو
طمامي وملكي وابن عيد إسرائيل نفسه تنشرر ليرسيس ملزل باطل والقوم العذيل تقضم بمذيل وقت حيلت أشولان بيت القديشة وقد شونت قديشيتك لخشب حوت وذيت مسقينان وليحيد يبروخ والروح ذي القديش بكل طوب وصغيد ومع بيت حي وشوال خبوسية هوشو بكل زبان العلمين متادینان الکلون عنی دم هیم نه دبای منوتو دشرورو ممد پونو قدیشو منترهونو من کل اطارو فنیون قدمش خوات نیح والوتو آلوهو وتقول بصار منا نبعنت كشف من مشي حول وديلان أو دنساب أب نفشوتون روحتون لوتو برحمة وساقين الشوينون حصيت حوبي والشبقونو تحتو الأول منع الملكوتش ما يونيتو نزقني مارت لوت زبنين قرية ليسان قرية ليسان إله الأرواح والأجساد اذكر جميع الذين رحلوا عنا وهم على الإيمان المستقيم ونيح أجسادهم ونفوسهم وأرواحهم منجيا إياهم من الشجب الأبدي نعمهم حيث يتلألأ نور وجهك متغمدا ذنوبهم وغير محاكم إياهم لأنه ليس بريء أمامك سوى ابنك الوحيد الذي بجاه نحن أيضا نرجو الحظوة بالرحمة والمغفرة لنا ولهم أنيح حسو وجبوك ألوهول شروطو ديلان وديلهون أيلين دحت عينان قدومك بسبيونو ودلو بسبيونو بدعتو ودلو بدعتو كلهم ذين ديلان لحطون أطرين موريو كان شايد حترق لدغبايك إمات ويكوي كانت صبيات بالحود لبيت تشروتان أي كانوا دفوذين أخمد بكلهن نشتبح ونتقالص شمودي لخم يقارب كل وانبرخوا عم دموران يشو مشيحوا ودروحوا ذي لقاديش بكل
طوبو سغيدو ما بيت حي وشو الأخبوسية وشو وبكل زمان العلمي كل هون دوري أول ماي أول مين آمين دمال كل خون روحا نيلا فلتكون مراحم الله الأب العظيم ومخلصنا يسوع المسيح لتكن مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. See you.
يوثو زهيوثو لم شمشوني شينوخ مريالو نملخ بينوث ملك وثو درعو بطولو نيوحون ميثين لندن شبقون حوبي واحطوي لو خلاب أموركول نودي لبرو نصيد التسابيح لله الآب الفريد ونقدم السجود لابنه بالدعاء للروح القدس الفارقليط نحن الذين واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا أبا ربنا يسوع المسيح يا من يمجده الكروبيم ويسبحه السرافيم
ويبجله ألوف ألوف وربوات ربوات من الأجناد الناطقة. يا من تقدس وتكمل قرابين والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا، قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طليق يا أيها الإله الآب السماوي، ونصلي قائلين أبونا بشمايو. امتحنا بما لا نقوى على احتماله، لكن نجنا من الشرير ممهدا لنا من المحنة خلاصا. فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح والمجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. رخموا من اقدام نسيبو ثوت روزي هولي قادي شو الله تسقرب تبغ ذو مريم رحمن ريشي نركن قذومك مرن شيء العبد ديدوخ كنطري الرحمة يدوخ أغلبي شادر لن يامر يبركو تيدوخ وقادي شف غري والنفس والروح تتكولان
وشويلا نشتركينا بالراس دمشيحو وما خلصونا إذا عندكو بحايم بسقينا لوخ شبحو وتوديتو هوشو بكل سباغ أن العلمين أمين با مذن دتليتو يوتو قادشتو ومشبحتو لبريتو تيويتو ومتو مويتو صيتو شويت بوسيا اتبعم كل خناحا هاي العلمي برخمو دي حسو ولد خايو زودك نتيهبون بالحوت أمين حا أبو قديش عمان قبل العلم وبحنوني هذا برو قديش عمان فرق العلم وبحاشي قرد قنومي هذا روح حي قديش عمان دي توق أمورهم شمليون في كل مادم داود هوي نوش مد مريم براخ من عالم وعدم العلم علمين أمين
وادي شو من علم ودم العلم علمنا من خارقه تبلو فيه شبهره دم حمدين يحيطه بدنا حمدين نعبد الحمي على الكولا صوم الفارس قرية ليسون أغريش ملاك جنوه ايكي البداوي صابر والروح قدشو الفوق مريم تعنى زيحت يا كارتي هاكون فرديت مرد كلهم بيوتهم ويرحم علينا وعبر وصلي دفورك يشو مصر مريم ديل الدوخة برفة تلبينا محبوط وشك مابو وبرو روحو حيو قاديشو حضلو شريرو أمين بريخ مولودات موران أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعوب اليوم قد ولد لكم في بيت لحم المخلص هو المسيح الرب بعد ما فشل الإنسان إنه يعيش مع الله في جنة عدن يتمتع بنعمة الحياة الأبدية والقداسة والحماية اللي كانت تحت جناحات ربنا طرد من جنة عدن إلى أرض الشقاء وخسر هالنعمة الإلهية إنه يكون مع الله ولكن محبة ربنا ما تركت الإنسان لأنه كانت أعظم من خطيته كرمال هيك أخذ المبادرة وربنا لما شاف أن الإنسان ما قدر يعيش مع الله هو نزل الله إلى الأرض حتى يعيش مع الإنسان وهيك منشوف تتفسر معنا الكلمة الإنجيلية اللي قالها الملاك جبرييل عن المولود اللي اسمه عمانوئيل أي اللي هو تفسيره الله معنا لما قال الملاك الله اسمه عمانوئيل كان عم بيقول للإنسان إنه أنت يا إنسان فشلت بسقطت إنه تعيش مع الله والله جاي يعيش معك كرمال هيك هو اسمه عمانوئيل أي الله معنا بسقوط الإنسان أعطى ربنا العقاب للمرأة وقال بالأوجاع تلدين البنين وقال للرجل بعرق جبينك تأكل خبزك والأرض ملعونة بسببك ولكن بنفس الوقت منشوف ربنا عم بيوعد الإنسان بالخلاص والإنسان اللي خلق بالنعمة الإلهية كان مفروض أنه يدخل لوسط الفردوس ويأكل من شجرة الحياة منشوف ربنا عم بيقول له أنك من التراب وإلى التراب تعود وهيك إشعيا عم بيفرجينا المخلص كيف كان عم بيتحضر بالنبوات على لسان الأنبياء بالعهد القديم وبيقول لأن اليوم ولد لنا ولد وهو إله وقدير واسمه عجيب والرئاسة بتكون على كتفه اليوم ولد لنا ولد هو الله الكلمة وبنفس الوقت هو عجيب لأن حبل فيه بمريم العذراء من الروح القدس بدون إرادة جسدية أرضية وبنفس الوقت الرئاسة هي على أكتافه رئاسة الصليب اللي قال عنا الكتاب المقدس هو المخلص منشوف بعين النبوة والإيمان والروح كيف إشعيا عم بياخدنا خطوة خطوة إلى ميلاد الرب يسوع عم بيقولنا هو ولد ولكن بنفس الوقت اسمه عجيب
هو إله ولكن بنفس الوقت الرئاسة على كتفه، أي لأنه اسمه يسوع وهو المخلص. وفجأة بنسمع لما بيقول بولس الرسول بغلاطيا: وفي آخر الأزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة. مين عرف فيه؟ ما حدا غير الملاك نزل من السماء وعم ببشر الرعاة اللي كانوا سهرانين عم بيحرسوا على رعاياهم على رعيتهم، ويقول لهم ما تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح العظيم. الأنبياء بالعهد القديم اللي كتبوا عن المخلص، الآباء اللي كتبوا وحكيوا عن المخلص، اليوم أنا عم بشركم فيه، عم بشركم بفرح عظيم إنه ولد المخلص اللي هو المسيح الرب. شوفوا أحبائي المؤمنين كيف الملاك عم بيعطي البشارة المقدسة، الخبر الحلو، عم بيقول ما تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم. بالقديم لما ولد أبونا إبراهيم أبوه تارح فرح فيه، لما ولد بسط فيه هو وزوجته، ولكن بعد فترة منشوف أبونا إبراهيم مات، أكيد تارح زعل عليه. بنفس الوقت منشوف كمان إبراهيم لما ولد له إسحاق فرح فيه هو وسارة، ولكن بنفس الوقت بعد فترة منشوف كمان إسحاق مات. بولادة يعقوب فرحوا فيه الأهل إسحاق ورفقة، ولكن بعدين مات يعقوب وماتوا الأباء الـ12 أباء الأسباط رؤساء الأسباط. يوم ميلادهم كان فرح كان عطية، ويوم ما ماتهم كان حزن. وكأن الكتاب المقدس عم بيخبرنا ويقول أنه الإنسان هو مولود حتى يموت. كرمال هيك إذا منقارن الفرح مع الحزن منشوف الفرح بيوم الميلاد هو أقصر من الحزن بيوم الممات. من هالمنطلق الملاك عم بيقول ما تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم. يعني هيدا اللي بده يولد اليوم المسيح الرب المخلص هو ما في نهاية لملكه، لأنه ملكه إلى الأبد. هو الحياة، هو النور، هو القوة، هو اللي رح يخلصنا من قبضة عدو الخير وقبضة الموت وقبضة الخطية. من هالمنطلق بيقول لا تخافوا. ليش قال لهم لا تخافوا؟ عم بيوجه الكلام لألنا أيضا، عم بيقول لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم. لأنه أول ما سقط الإنسان بالخطية تعرى من نعمة الحياة الأبدية وشاف حاله قدام الله إنسان صغير وإلى التراب عم بيرجع. صار كل ما يظهر الله للإنسان يخاف الإنسان. بنشوف الملاك لما ظهر لزكريا قال له يا زكريا لا تخاف، أنا رح أعطيك البشارة بولادة يوحنا. ظهر الملاك للعذراء مريم قال له ما تخافي يا مريم، أنا رح أعطيك بشارة مقدسة. ولكل إنسان بالعهد القديم كان يظهر الملاك كان يقول له لا تخاف. الملاك عم يبشرنا ويقلنا الخوف انتهى، أنه توقفوا بحضرة الله ما رح تقدروا، ولكن الله هو رح يصير إنسان حتى تقدروا تتمتعوا وتشوفوه. لأنه من هو الإنسان؟ هو تراب، ولو كان نفخة من الله مين بيقدر يوقف قدام اللاهوت؟ لكن الله بتواضعه نزل لعنا لأرضنا حتى نحن نشوفه بالجسد. الملاك بيقول بولس الرسول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر بالجسد. الله اللي ما كنا نشوفه، الله اللي ما كنا بنقدر ندركه ما بنقدر نعرفه، صرنا نشوفه ونلمسه ونقعد معه ونحكي معه وناكل معه ونفضي كل همومنا لقاله بشخص يسوع المسيح. اليوم أحبائي المؤمنين تكتمل تحقيق نبوة داود النبي اللي عم بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح
ونبتهج به. هيدا هو اليوم يوم الميلاد، علينا أنه نفرح. هيدا هو اليوم يوم الميلاد لأنه رح يحول فيه رئيس السلام ورب الأرباب وملك الملوك وإله الآلهة البغضة إلى المحبة، العداوة إلى السلام، الكره إلى الصلح، والعداوة يكون فيها اتفاق ومصالحة ومسامحة ومحبة، لأنه إله السلام ورب السماء نزل لعنا كرمالك الملائكة كانوا عم بيقولوا المجد لله في الأعالي، هو المجد، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. علينا أنه نحن نفرح، نحن نغير حياتنا إلى حياة محبة، نحن نغير حياتنا إلى حياة سلام، نحن نغير حياتنا إلى حياة مصالحة، لأنه ما ممكن نفرح بميلاد الرب يسوع ونحن زعلانين من الله بخطايانا. ما ممكن نفرح بميلاد الرب يسوع ونحن زعلانين من خينا الإنسان وما عم نسامح بعضنا البعض. ما ممكن نفرح بميلاد الرب يسوع ومحبتنا هي باردة وبعيدة عن كل روحانية. إيماننا لازم يكون قوي، محبتنا لازم تكون قوية، مسامحتنا لبعض لازم تكون أقوى، حتى ربنا يفرح فينا بالسماء ونفرح فيه نحن على الأرض بولادته بيننا. بهاليوم المبارك أحبائي المؤمنين نطلب بركة ربنا يسوع المسيح، طفل المغارة تنزل عليكم، ترحم موتاكم، تشفي مرضاكم، تحفظكم من كل شر. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus. Gud som är allsmäktig, härlig och råder över allt, ödmjukade sig och uppenbarades som ett litet barn i en krubba i Betlehem. På ett lugnt och enkelt sätt klev han i vår värld. Han kom som tjänare, fast den profeten Jeremia sade om honom: han ska vara konung och härska med visshet, skapare och färdighet. Kyrkofäderna säger om Jesu födelse: han blev människa för att vi skulle bli Guds barn. Guds son blev vår broder i kroppen för att vi i nåden skulle bli Guds söner. Han kom ner till vår jord för att ta upp oss till himlen. Han föddes i köttet för att vi ska födas en gång till i vatten och ande. Han var rik som Gud, men han blev fattig som människa för att vi skulle bli rika genom hans fattigdom. Det sanna ljuset lämnade idag ljuset och sade till oss: ni är världens ljus. Kristus är världens ljus. Han föddes för att släcka mörkrets synd i oss, sägande: ni är världens ljus. Kristus föddes, den äkta kärleken föddes. Evangelisten Johannes säger: så uppenbarades Guds kärlek. Kristus föddes för att försona himlen med jorden, mänskligheten med Gud och människan med sin medmänniska. Kristus föddes för att så friden i alla människors hjärtan. Han sade: frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Kristus föddes i Betlehem, men idag vill han födas i varje hjärta. Låt oss vara vakande i anden med herden som fick lyssna på den goda nyheten. Låt oss lovprisa honom med änglarna sägandes: ära åt honom i höjden och frid på jorden. Låt våra hjärtan vara en krubba till honom för att förnya vår korrumperade natur och fylla vårt liv med andlig glädje. Idag bör vi frambära våra hjärtan som present till Herren Jesus. Ett hjärta som är fyllt av tro och kärlek. På denna heliga dag bör vi Herren Jesus att skänka er den högtidens välsignelser, bevara era liv från all ond. Må Guds nåd vara med er alla. Amen. God jul, Eid och Bricho, Brich, Maulode, Edmoran. Kära församling, gudstjänsten på nyårsafton nästa fredag
31 ديسمبر بريان كلوكان أورتون 00 بوغفيلن. المناولة الاحتفالية أحبائي المؤمنين راح تكون بعد القداس الإلهي. قداس ليلة رأس السنة راح يكون يوم الجمعة 31 ديسمبر الساعة 6. نتمنى حضوركم. تودي ساقي استيات يوما الأسير يتافي تودي حورو ذكران أد يوم آتت وقرسلخ أد يوم أقرو ودو عيدو عيدو بريخو آلخ بريخ مولودي موران. بكرة عيد تهنئة العذراء مريم القداس الإلهي بيبدأ الساعة 9:30 ورح نذكر أسامي الأموات أيضا. تفضلوا جماعة المؤمنين تنتلي صلاة الاعتراف. نتمنى عليكم بآخر القداس لما بدي ناول نفتح تمنا حتى إيدي أصابيعي ما يدقوا بشفايفكم وما نأذي بعضنا البعض رشاء إذا بتريدوا. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحي القدوس وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة فينيقيا وقسطنطينيا وإفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط إني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر خطيئتي عظيمة عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة وقاصد ألا أرجع إليها أبدا راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي سائلاً الله أن يغفر لي بنعمته أمين. فليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى طريق الحياة الأبدية بقوة سلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه سيدنا يسوع المسيح لرسله القديسين والرسل سلموه بدوره من خلفائهم الأطهار حتى وصل إلى ضعفي وحقارتي. أحلكم من جميع خطاياكم التي اعترفتم بها قلبيا وأنتم نادمون لتقدسون وتسامحون بشمو دابو دبل روحو قاديشو حضلوه شريرو أمين. شكرا. Yeah.
يشمر يوم يحيد يوم ضالو قادش مر يوم داد نحفر قون والبر I'm not afraid.
برسالة القديس بولس الرسول للعبرانيين بارخ مور. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل أشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات، هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها وتتغير، ولكن أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضعا لقدميك. أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ بارخ مور. موريو إمار لدبيرات وينو يومو نودي لتخهالي لويا. بارخ مور أمشي اليوم دي حلتون أكفوثون صوتون شمال أسبرثون ملي حيوتو ضالوهو إيوانجيليون قدي شد موران يشو أمشي حدمي تقرالي دمول كل خون أشولان موريالوه عمرو حديلو إيوانجيليون قدي شد موران يشو أمشي حس برتو محيونيتو من لقص مسبرون ودم سابر حي وفرقو ندعو المور رديت واعطيتني تيت شبحون شلو حكي الحد فرقونا وعلكون الرحمة والعلمي زبنو خيل مولود مران والوهان وفرقو ذيلان يشو عمشيحو قالوهم ارتد حيدت باسار ممتلتو قادشتو مريم هولندن هو خان هواين وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إسكان كرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع يكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. بينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم الملاك: لا تخافوا،
ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود، وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: تشبحتو لالوه بمراومي على رعش لوموشينو سبرو طوبو لبناينو شو
مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. شينوا وشلوموا الكل خون أود ملاخي شمشين لي شين لي Amen.
مشتن وصلاوتن وترحم علي نزعيق نمان سيد شباح أبو أبرو روح حي قديشو من علام الدر يشبحتو هللويا بين مطط يا رب يمينك الغي المنظورة بارك شعبك المقتبل جسدك ودمك لغدسين لغفران الذنوب الصفي عن الأثام ربنا وإلهنا إلى الأبد وعلى كل من دلي واستوتف مستوت في نبون رحمة دتليت ويوت علينا وعليهون بطريهون علمي والعلم علمي سبحانك لحياتنا ولمغفرة خطايانا ربنا وإلهنا إلى الأبد على فاو
مسكرين لوخ يا مريود بالرحمة يذوق غلبي مشوين أخلال سراكد ومكلاي ذوق شمايونو لأمور ميدينينا ينقلاد نسبينا روزاي كقديشي إلو تشوينا لروحي ذو قديشو وهاول النصيب عما قديشي والزديقي ممقم عميم كم شبحينا لو مشكرينا وبري ذوق روحي ذو قديشو طموز غيدو أمين با الذي تحار في العقول يا من تعطى السماوات منحدرا في سبيل خلاص جنسنا البشري أشفق علينا وارحمنا لكي نسبحك دائما ممجدين الله لأب والدك وروحك الكل قدسه الصالح والمجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين غوبة الحياة